من شعائر العيد أيضا الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. تفرق بين رمضان وبين العيد. يوم العيد يحرم صومه، وحتى يوم العيد لا يقطع التتابع لمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة. إذا جاء عيد الأضحى مثلا في ثنايا هذه الفترة فأفطر، فإن فطره لا يقطع التتابع لأن صوم يوم العيد محرم. وبالتالي قبل أن تأتي إلى المصلى تأخذ يعني تمرات وتأكلهن وترا. يقول أنس: ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. وفي هذا إظهار لشعائر هذا اليوم أو لشعار هذا اليوم وهو الفطر، ومبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفطر في هذا اليوم عقب وجوب الصوم قبله في شهر رمضان. من لم يتيسر له تمرات ممكن يفطر على يعني حسوات من ماء ليحصل له يعني شيء من الاتباع إن فاتته سنة أن يأكل تمرات. من شعائر العيد التجمل للعيدين، أن يلبس أحسن ما قدر عليه من الثياب، تعبير عن الحفاوة بالعيد والفرح به. ففي حديث عبد الله بن عمر أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. وبوب البخاري على هذا بابا فقال: باب في العيدين والتجمل فيه. وهذا مأخوذ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمقولته عمر عندما قال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. والسنة قولية أو فعلية أو تقريرية كما تعلمون. وإن عمر كان يعلم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في العيدين، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. طيب، الذهاب إلى صلاة العيد، فصلاة العيد من أعظم شعائر هذا اليوم. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. إن أهل العلم يقولون هذا دال على أنه لا ينبغي الاشتغال يوم العيد صباحا بأي شيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، وهذا يقتضي التبكير إليها، وأن الصلاة هي المقصود الأهم والأعظم في هذا اليوم، وأعمال البر الأخرى تأتي بطريق التبع. فيذهب إلى صلاة العيد مبكرا، يشتغل بالتكبير في ذهابه وحال انتظاره للصلاة، ومن ذهب من طريق فليرجع من طريق آخر. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد كان يخالفه في الطريق صلى الله عليه وسلم.